جون 1-0 هدف جميل جدا جدا جدا. وادي علي هيجيب جون. هوبا ضعيفه ضعيفه. ايه ده؟ ايه يا جون ده؟ فاتح البحر ليه يا ابني؟ فين طريقك فين؟ بيروحوا له منين يا نهار ابيض؟ اتلا شيء دخل على المنطقه يجيب جون. هوبا ضعيفه. امسك يا هريدي. اخيرا هريدي. هوبا يا هريدي. روعه يا ابني. روعه روعه روعه. رايح فين؟ رايح فين؟ دخل الجون. يا نهار ابيض يا نهار ابيض. بيدخن هريدي عليه العوض ومنه العوض. خلصت الماتش يا ابني. يا مساء الانوار وحاله جديده مع نادي الكابيتانو مع احمد السيد. عليه العوض ومن العوض. فرقه زي مانشستر يونايتد النهارده اتغلبت بربعيه قاسيه قوي على جماهير مانشستر يونايتد، ولكن المفروض جماهير مانشستر يونايتد كانت اتعودت على الحاجات دي. يعني ده العادي بتاع مانشستر يونايتد، مش موضوع مش مولد صدفه، لا ده الكلام ده من سنتين ومن ثلاثه. ولكن النهارده حاله غريبه في لعيبه مانشستر يونايتد وبالذات عند دخيه النهارده تقمص دور هاريدي مورجان. احمد مورجان الراجل بصراحه خلص الماتش اول نص ساعه. يعني انا الله يكون في عون إيريك تن هاج، انا لو مدير فني وعندي حارس مرمى يعني بالمنظر ده واول يعني نص ساعه يخلص لي الجيم ويقتل لي الماتش كده بدري بدري، وبحيث ان احنا نلم شنطنا ونلم حاجتنا ومباراه كانت خارج ارضنا ونقول لنفسنا يلا بينا يلا بينا ناخد بعدينا ونروح ما نكملش الشوط الثاني. انا ما شفتش حارس بالمنظر ده، ما شفتش حارس وانت عارف ان انت عليك ضغوط والجماهير ضغطاك والماتش اللي فات انت مغلوب والماتش ده انت مغلوب والماتش الجاي عندك ليفربول. ايه اللي هيحصل؟ هتبقى انت حصال، هتبقى انت اخر المجموعه، هتبقى انت بتنافس على الهبوط، وجماهير يونايتد هترفع شعار لا لهبوط يونايتد. يعني انا مش من محبين فرقه مانشستر يونايتد، ولكن انا صعبان عليا تاريخ النادي، الفرقه العظيمه اللي بيبقى كان فيها السير اليكس فيركسون ودربها مواسم كتيره قوي، كذلك الفرقه اللي طلعت ديفيد بيكام، راين جيجز، سكولز. يعني مهما اتكلم على لعيبه فرقه مانشستر يونايتد يعني تاريخ كبير لفرقه زي دي، ان هو اول ثلاث جولات هيبقى زيرو من النقاط. انا بنصب لكم بالعشر ان ليفربول هيمسح بكرامه مانشستر يونايتد الارض الماتش الجاي. ولكن حاله دخيه النهارده هدف اول، يعني ايه ده؟ هريدي كرة بتوع من ايده تخش الجون. هدف تاني كرة يمين الراجل بيطير شمال، يعني انا ما شفتش كده. ايه الريفلكس ده؟ طب اصبر استنى الراجل لما يشوط الكوره شوف هي اتجاهها رايح فين، ولكن الكوره يشوطها يمين انت تطير شمال. هدف التالت من كورنرز انا لا عارف انت ماسك القريبه ولا ماسك البعيده ولا ماسك النص ولا موقف لعيبتك فين من كورنر. هدف الرابع غريب مش ممكن، انا ما شفتش كده. هزيمه قاسيه لفرقه مانشستر يونايتد. انا ما ينفعش ان انا افوت يعني حلقه النهارده وانه غير ما اتكلم في البدايه على فرقه مانشستر يونايتد، ولكن موضوع الحلقه الاساسي هو مباراه برشلونه ومباراه ريال فايكانو انتهت بالتعادل السلبي 0-0 ما بين الفريقين. انا ما كنتش منتظر من تشافي الاداء يكون بالمنظر ده النهارده ولا من لعيبه برشلونه، ولكن عندي كلام كتير قوي على المباراه وتشكيل تشافي والتحضير للمباراه وتشكيلته الغريبه اللي لعب بيها بدايه اللقاء النهارده. لكن قبل ما اخش في الاجواء تحليل الحلقه خلينا نشوف نتائج النهارده اللي حصلت في البريمير ليج والنتائج برده اللي كانت موجوده في سكوديتو والكالشو الايطالي. خلينا نستعرضهم من بعض وابتدي ان احنا نتكلم على هل في مفاجات غير مانشستر يونايتد ولا نتائج كلها عاديه. ايفرتون واستون فيلا 2-1 لصالح استون فيلا نتيجه طبيعيه. ارسنال وليستر سيتي 4-2 لصالح فرقه ارسنال. انا مبسوط من فرقه ارسنال، مبسوط من الشغل اللي عامله مايكل ارتيتا. جيسوس بيتالق يعني تالق غير عادي الماتش الثاني على التوالي، فدي حاجه تبشر بخير من ارسنال. ابتدى ان هو يرجع ثاني للمنافسه على اللقب، ان هو كان نزل واستمر في الاداء ده. لا ممكن تشوف احنا في البيك 3 او البيك 4 في البريمير ليج. المباراه اللي ورا برايتون ونيوكاسل 0-0 ومانشستر سيتي وبورنموث موست 4-0 صار مانشستر سيتي، يعني انتهى السيتي في بورنموث نتيجه طبيعيه. وساوثهامبتون ليدز يونايتد 2-2. عندنا وولفز وفولهام 0-0. وولفز برده الماتش الثاني على التوالي بعيد عن مستواه، مش هو ده الولفز برده. والمباراه الاخيره بيرفو ومانشستر يونايتد 4-0 ليبرفون. رحنا على الاسكودوتو او الكالش الايطالي، كان عندنا مباراه النهارده ما بين اي سي ميلان واودونيز 4-2 للبيج ميلان للمانيانيستا بيكالي بيولي، نتيجه ممتازه حلوه طبعا مع انطلاقه قمه الاسكودوتو في الجوله الاولى. سامبتوريا واتلانتا 2-0 اتلانتا جاسباريني نتيجه طبيعيه. ليتشي وانتر ميلان 2-1 لانتر ميلان انزاجي برضو نتيجه طبيعيه. مونزا وتورينو 2-1 لصالح تورينو نتيجه طبيعيه برضو لصالح تورينو. دي النتائج اللي كانت موجوده في السكوداتو الايطالي النهارده وكانت موجوده في البريمير ليج. ولكن موضوع حلقه النهارده هو مباراه برشلونه ومباراه النهارده رايو فايكانو، خلينا نتكلم برضو عليه ونشوف اخطاء شايف النهارده كتير من وجهه نظري. اتفرج على اول مره ينزل سبسكرايب في القناه يفعل زر الجرس واهم حاجه اللايكات. خلينا نتكلم النهارده على تحليل مباراه رايو فايكانو وبرشلونه.
بارسا ابتديت لعب 4-1 4-1، ريستينج في حارس المرمى قدامه 2 سنتر باك كريستنسن وايريك جارسيا ناحيه اليمين، اروخو ناحيه الشمال، الابا 6 بيسكوس قدامه 2-8 بيدري وجافي، وسوليس امامي ليفاندوسكي وديمبلي ورافينيا. انطلقت المباراه سيطره واستحواذ من فرقه برشلونه، المباراه كانت في الكامب نو. عجبني ارييل فاني رايفايكانو والتنظيم الدفاعي، لو نفتكر المباراتين اللي فاتوا في بالنسبه لرايفايكانو وبرشلونه سواء في الدور الاول او في الدور الثاني في السنه اللي فاتت، انتهت اللقاءين دول 1-0 لرايفايكانو و1-0 برده في الدور الثاني لرايفايكانو. فده يبين لك الفريق رايفايكانو تفوقت في اخر لقاءين على فريق برشلونه. فالمباراه صعبه، المباراة صعبة بلا شك، وفي انطلاقة الليجا الاسبانية فلازم برشلونة كان هو في نتيجة وياخد بالطار من فرقة رايفايكانو، ولكن الكلام ده ما حصلش النهارده. من وجهة نظري تشافي ما قراش فرقة رايفايكانو. فرقة رايفايكانو يعني بتتميز انها عندها خط دفاع وعندها خط نص قوي جدا، عندها لعيب زي سيس في نص ملعب، لعيب السنغالي حاجة يعني اسد تيرانجا قوي جدا. اعتقد الفترة الجاية كاس العالم الراجل ده هنشوف نص ملعب مع ادريس جيجانا مع شيخو كواتي نامباليس ميندي، الراجل ده هيبقى اضافة قوية نص ملعب، لعيب قوي جدا، حاجه بيفكرنا كده بباتريك فييرا بيايا توري. الراجل ده مكانه مش في رايفايكانو، انا بتفرج على رايفايكانو الراجل ده معلم وقصة في نص الملعب. انا لما جيت شفت الكلام ده يا تشافي وانا قريت فرقه رايفايكانو، انا ما نزلش بسكوتس، ما نزلش جافي، لعيب صغير، لازم كنت انزل فرانكيسي مع بدايه اللقاء ونزل ديونك مكان جافي، ده هينشط لي منطقه وسط الملعب اكتر، لو كان ضايع من الدقيقه الاولى لغايه الدقيقه 60 نص ملعب رايح من فريق برشلونه مستحوذ ومسيطر، ولكن اللعب كله كان عرضي، مفيش اي لعب لقدام، مفيش اي شغل من ديمبلي، مفيش اي مسانده لرافينيا، مفيش اي مسانده لديمبلي، مفيش اي مسانده وزياده هجوميه مع ليفاندوسكي وهو منطقه الجزاء، مفيش اي بوكس تو بوكس اصلا بيتعامل من الاثنين دول، لا من جافي ولا من بيدري. وبوسكيتس طبعا في ستة يعني بيتميز بالبطء الشديد قوي قوي قوي، انا من وجهه نظري بوسكيتس خلاص يبقى احتياطي. بوسكيتس معاك الفتره الجايه بدون مجاملات، بدون مجاملات لازم يتشافي تتعامل مع الفرقه. هو صاحبك وحبيبك واخوك وكان معاك في فرقه برشلونه والجيل العظيم في فرقه برشلونه مع انيستا مع كل الناس الحلوه والناس الشبيحه الحلوين دول، ولكن الصحبيه ما تتحطش بقى على حساب النادي. كل ما راجل بيتدرب بكوره ولا اتنين ولا ثلاثه عمال يشد التيشيرتات بتاعت لعيبه رايفايكانو، بيتميز بالبطء الشديد قوي قوي قوي، ثغره في فرقه برشلونه موجوده. فانت كنت انت لازم لا يعني واحد زي كيسي يبقى موجود معاك. شوط اول مفيش اي حاجه، يعني تخيل برشلونه مسيطر ومستحوذ ومفيش الا اللهم الا التسديده بتاع بدري اللي عمال ار2 من خارج المنطقه بس. طب فين المراوغات من رافينيا والفنتات والفوت وورك؟ مفيش. طب فين اروخو المسانده من ناحيه اليمين برضو؟ يعني حاجه غريبه، اروخو الراجل سنتر باك انت بتحطه ناحيه دي، طب انتظرنا منه ان نشوف حاجه مثلا ناحيه اليمين؟ مفيش. طب واحد زي ديست ما يلعبش ليه؟ واحد زي سيرجيو روبرتو ما يلعبش معاك ليه مع بدايه اللقاء؟ من وجهه نظرك انا هيبقى في فعاليه اكتر، انت بتلعب في الكامب نو، لازم انا مباراتي كلها في الليجا الاسبانيه في الكامب نو دي اخد الثلاثه بونت واحطهم في جيبي، ده اللي لازم تشافي يلعب عليه الفتره الجايه. ولكن النهارده يعني انت من وجهه نظري لا، كان في مجاملات في التشكيل، في مجاملات رهيبه في التشكيل. اروخو ما يلعبش ناحيه اليمين، بيسكوس ما يلعبش، جافي ما يلعبش، حتى انت الشوط الاول يخلص 0-0 روحنا على الشوط الثاني، انت التغييرات بقى تتعمل بدري. عندي مشاكل، عندي ناحيه اليمين دي مشكله، لازم العب ديست او سيرجيو روبرتو ينزل مع بدايه اللقاء عشان يزيد ويعمل اوفر لابس وكروسات، برده انت ما بتنزلوش مع بدايه الشوط الثاني. عندي مشكله في وسط الملعب، عندي مشكله بيسكوتس، عندي مشكله جافي، لازم ينزل ديونج ولازم ينزل كيسي، كيسي يلعب ستة، ولكن انت برضه بتعملش الكلام ده، بتسيب اول 10 دقايق مع مجريات الشوط الثاني الاداء هو هو، التيمبو هو هو، انت مسيطر ومستحوذ ومحك الكوره وكل حاجه وعمال تنقي من اليمين الشمال ومن الشمال اليمين، ولكن فين الخطوره على الجون؟ فين التسديدات على الجون؟ مفيش اي حاجه. اللهم الا بقى انت لما تبتدي تعمل تغييرات يعني وتطلع بقى كريستنسن وتجيب اروخو تحطه سنتر باك تاني وتجيب سيرجيو روبرتو ناحيه اليمين وتدخل بقى فاتي يبقى موجود قدام جنب ليفاندوسكي وجنب ديمبلي، وقمت مطلع رافينيا نص ملعب، نزلت فرانكيسي بدل من بيدري، خليت بقى فرانكيسي مع بيسكوتس مع ديونج، الى حد ما ابتدينا شفنا خطوره، ابتدى برده ليفاندوسكي يشتغل، ديونج راجل هي ما يقعدش تك ابدا ابدا، ديونج ما يقعدش، وانت مش عارف انت ازاي انت هتسيبه اصلا ويروح اي فرقه تانية، لا الراجل اساسي اصلا، ده الاساسي بتاعك، ده بالعكس ده انت عايز تجيب حد كمان يبقى اساسي زي مثلا زي برنارد سيلفا، يبقى انت عندك مثلا فرانك كيسي 6 وعندك 2 قدام ديونج وبرنارد سيلفا اللي هو لاعب بفرقه مانشستر سيتي، ولكن برضو الدنيا عندك لسه برضو يعني من وجهه نظري مباراه ما اقدرش اقول انها سيئه لفرقه برشلونه، مع الشوط الثاني ابتدى يبقى فيه فعاليه اكتر، فتيب تسديداته ومراوغاته وديمبلي اشتغل يعني الى حد ما، يعني الشوط الاول كان احسن من الشوط الثاني، ليفاندوسكي ابتدى يشتغل تسديدات ديونج تسديدات كيسي لغايه بقى ما طرد بيسكوتس باخطاء غريبه زي ما قلت بطء شديد، اي حد بيعدي منه بيقوم شادد الفانيلا، اي حد بيقوم معدي منه يقوم موقعه، حته ان انا اجري بقى وراه وان انا احصله ياقه بدنيه خلاص صفر عند بسكوتس. فانت لازم لا تعوض حد قوي في الحته دي، واحد زي كيسي يبقى رقم 6 معاك في الفتره الجايه، وبسكوتس هو البديل بتاعه،
عامل السن ده حاجه طبيعيه، ده لازم هو تشافي يقتنع بحاجه زي كده خلاص، حاجه طبيعيه زي ما انت كنت مريح بيكي. طب انت مريح بيكي ليه؟ نفس الكلام بسكوتش يريح. فريق رايو فايكانو هي على الجيم النهارده والشغل والتقفيل الدفاعي، طبيعي ان انا هلاعب فرقه كبيره زي برشلونه مع الصفقات الجديده، هقفل على المفاتيح لعب والعب على الكاونتر اتاك والاخطاء اللي كانت موجوده السنين اللي فاتت زي ما احنا كنا عارفين، كان في مينجيزا لونجلي الناس اللي هي يعني رايحه في 60 داهيه دي، فبالتالي قدر ان هو يخطف جون. ولكن النهارده لا، في كريستنسن، في موكوت اجرير الجارسيا مع اروخو، لا الدنيا اتلمت. رغم ان جه هدف مع قبل ما ينتهي المباراه في الاكسترا تايم، ولكن هدف كان تسلل وتسلل صحيح، فمش هنتكلم ان هو دخل في البارسا جون ولا بتاع ولا الكلام ده، لا هدف تسلل وتسلل صحيح، وبرده زي ما البارسا برده جاب جون جابون عن فرانكيزي ولكن تسلل صحيح. فالحاجات دي هنشيلها كده ونرميها ايه على جنب. ولكن اجمالي المباراه راول عامل مباراه كويسه، قدر ان هو ياخد اللي هو عايزه من المباراه، يا اما يتعادل يا اما يكسب، مش مغلوب من الكامب نو، وده هو اللي عامل النهارده تشافي. يعني بدايه، مش هقول بدايه سيئه، ولكن بدايه يعني لازم يغير من افكاره شويه، لازم يعني يلاقي التوليفه المناسبه. انت معاك صفقات كتيره دايما، يعني انا بعذر اي مدير فني هديله عذر النهارده ان انت معاك صفقات كتير، معاك اوراق كتير، مش عارف تلاعب مين ولا مين، الدنيا متلخبطه لسه. عملت ماتشات وديه وعملت حاجات كتير، ولكن الرسمي غير الودي، الرسمي هيبين اللعيب معاك اكتر، فانت لسه بتشوف التوليفه المناسبه. هل بسكوتس مع بدري مع جافي، ولا مثلا لو حطيت مثلا كيسي مع ديونج مثلا مع بدري هتبقى احسن؟ طب قدام رافينيا ولا ديمبلي؟ طب فاتيه ولا ديمبلي؟ طب فاتيه ولا رافينيا؟ كذلك برضو ناحيه اليمين، هلعب بديست مثلا ولا اروخو، ولا مثلا العب سيرجيو روبرتو؟ الشمال ألابا موجود، فالتوليفه لسه، بس البارسا بينقصوا التوليفه ان انا الاقي 11 لعيب اللي هم يدوني اللي انا عايزه. دي هتيجي مع الماتشات، يعني حاجه ما نقلقش منها، وانا مش قلقان منها، وانا واثق في تشافي، واثق في البارسا، ولكن انا بعتب عليه بس هو القراءه الفنيه لفريق رايو فايكانو، ان هم ارش رايو فايكانو اكتر، وان كان لازم رايو فايكانو ده اقرا اكتر من كده. ولكن معلش يعني قدر الله مش هفعل مع بدايه وانطلاق اللينجا الاسبانيه، لسه الماتشات الجايه كتير، والتوليفه اللي هو انا واثق في تشافي انه هيلاقي التوليفه المناسبه بحيث ان هو يلاقي 11 لعيب يعني يكملوا معايا ويعملوا شغل حلو قوي في الليجا الاسبانيه، ويدونا بقى التيكي تاكا الممتع اللي احنا منتظرينها من تشافي. بس ده كانت حلقه، كان معاكم كابتن احمد سعيد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.